احمد. هلا حبيبي. هلا والله. والله سمعنا البلقات على الصوت. ايه الحمد لله. اي والله. بس انا اعطيتها اصوات ما ادري تعرفها ولا ما تعرفها. لا تعرف تعرف والله. ما شاء الله تبارك الله. اي والله. هذه الخلفات طبعا. هذه الخلفات. خلفات والجنبه. اي والله. والجنبه. نعم. واللي انت حاطه في الحظيره الثانيه. هذيك لوقت الضراب. بس للضراب بس. ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله. لا 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 انا اقول انت ما شاء الله تحدى وبجداره. مرتب. إيه الحمد لله الحمد لله. ابو سند والله ابو محمد مرتب النبله ما شاء الله. اي مرتب. اي والله. اي والله ما شاء الله. والله يستاهل. يستاهل. هذا مجهود كبير بذله صراحه يعني. سواء في الاختيار سواء في تجهيز الحبايب سواء في كل شيء وهذا يستاهل والله. اي والله يستاهل الناموس. والله يستاهل. مهد يا هاب مهدوك شوي كذا مهدوك شوي كذا عشان تطلع معك. ايوه هذا الفحل. هذا الفحل. وش اسمه يا ابو؟ هجام. هجام. أيوة. ما شاء الله تبارك الله. هجام ولا تقول اللقحات عليه الحين؟ اي عليه اللقحات الحمد لله ما شاء الله. ولا الحيران وش عليه؟ الحيران على الفحل الاول ما شاء الله. أيوة. تبارك الله ما شاء الله. لا لا انا اقول ما زلت انت في الطليعه يا ابو محمد. الحمد لله الله ما كان. ما زلت انت في الطليعه. الحمد لله. البلكبار يا بندر البلدي كبار. اي ما شاء الله. تقول الساحليه تصير وسط. في سواحل وسط وفي عنده ابل المحجنه. طيب لو صارت الساحليه مهيب كبيره وراسها كبير ورقبتها طويله مهيب 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 ذي الزينه؟ لا زينه زينه بس ما اغلب الساحليات تجيك. لا لا هذه الاول عريضه راسها وسط. شوف هذه هذه ام القعود الباكستاني. وين؟ الساحليه هذه. هذه خذها يا ابو. هذه ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله. زين. طيب طيب بالله طيبه ما شاء الله تبارك الله. امشوا 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 امشوا. اوكي. السلام عليكم. السلام يا هلا يا رعلبل. امشوا امشوا امشوا. الحين ما تطبع الساحليه يا بندر؟ تطبع كيف ما تطبع؟ كيف وشلون هالبذاره يسوقونها كلهم؟ تطبع بس ما كيف البل؟ ها؟ يعني لو طبعها تطبع؟ تطبع نعم. متأكد؟ نعم. أحد قد طبع الناقة سهل التطبيع. بس أحد قد طبعها؟ نعم فيه عندنا الساحل فيه. من يطبع؟ الشيخ عبد المحسن راجع مطبعه. ويسوي واحد؟ على الرحول، عياله تمشي مع الرحول، خلفات تمشي الحال، عياله تمشي الحال. مقهور؟ معها مقهورة مرة. على أبو مشاري. مشاري. عبد المحسن راجع أنا شفته. على أبو مشاري يا أبو سند تعال. بتطبع بلك؟ ايه تطبع. بتطبع ابلك عندك نيه تطبعها؟ اي اكيد. ها؟ اكيد. صدق والله؟ اي والله. يا اخي وش حلاوتها وهي تتبع مقهورها وقعدها؟ اي اكيد. بس كان هذول كل هالساعه يسوقونها سوق. سهل التطبيع. سهل سهل، انا بالنسبه لي انت تعرف اني لا اشرب حليبها ولا. بس انت كان من ملاك البلكبار. اي الله يجزيك خير، الله يجزيك خير. عن جد. بس ليش ما الله يجزيك خير. ليش ما تشرب حليبها؟ والله يمكن الحليب بوجه عام انا ما اشربه. ها. اي بس الحب الابل اعشقها حتى شوفتها عندي بالدنيا. ما شاء الله. أيوة. الله يوفقنا وياك. الله يجزيك خير. أبو علي. مرحبا. بتطبع بلك السواحل؟ نعم. صدق والله؟ اي والله. شفت ذا اللي يمشون على القعد وتتبعهم البلو؟ نعم نعم. طيب ما تعجبكم ذي؟ اللي تعجب انه لو كان له مكان مطرح ليلي متعودة عليه تيجي بس ازهمها يبلى صوت وتيجي تجري. يعني النيه عندك انك تطبع. انت لو عدلت عندك ان ارت بكره يجيك ان شاء الله. المنظر اللي... صدق والله؟ صحيح. يبلك على الصوت؟ ما يحتاج. على الصوت ما تغير على الصوت ما يحتاج. طيب المزايا عندك نيه المزايا؟ ان شاء الله تعالى باذن الله. طيب وش تبون انتم يا اهل السواحل علمونا وش تبون؟ نبي مشاركه في المزايين. إيه؟ اكثر عن شوط شوطين. إيه؟ نبي المشاركه في الفحول. طيب. والخلفات والابكار. طيب في ناس بيشاركون عندكم اكيد واجه. كل المنطقه مليانه بالخيرات مليانه بالنبل. نعم موجود عدد كبير من ملاك كم عدد الملاك البل عندكم في الساحل في جيزان خاصه؟ في جيزان والله عدد كثير. كل القبائل عندنا الشريط الساحلي كله. ادري ادري ان القبائل كلهم عندهم لكن جاهز بكثير اكثر 600 اكثر اكثر 600 يتجاوز 600 اكثر صحيح والله اي حقيقه. بندر عندك احصائيه من حوالي 100 عندك والله واجد. كم يعني كثير؟ كم يا ابو محمد هالمل اللي عندكم؟ والله تقريبا فوق ال 600 فوق ال 100 الكروس فوق ال 100 100 شخص. نعم الملاك ملك 30 مو والله ليه مك 30 يعني نعتبرها شوي عندهم يا هذا اقل واحد المسكين يكون بعض على 100 على 200. طيب طيب وين الحلال ذا؟ وين الحلال ذا؟ موجود في الساحل جيزان منطقه كبيره وفيها حلال واجد. من ارفع صوتك تتكلم يا بندر. اقول جيزان منطقه كبيره اي وفيها حلال واجد. بس انا ودنا كان يعطونا احصائيه وتقريبا ابو محمد قال 600 يمن يعني هذا الملاك مو الابل الملاك.
ادري ادري 600 إيه شخص يملكون ابل في جيزان. انا ارى انه اكثر اكثر عن 600 لانه يمكن قبيله المغافير فقط اكثر عن 100. ايه والصوارمة والشواجرة والمقارية والعبارة من هم المشهورين عندكم اللي ما كل هذا اللي مشهورين ابا عن جد اصحاب ابل كلهم كلهم تلقى نادي كلهم بيشاركهم بزاين ان شاء الله شاركوا كلهم باذن الله. الشيخ حيدر الشيخ حيدر يملك هو اخوانه اكثر من 500 متر ما شاء الله. اي والله هذا هو عندنا هو اخوانه يملك اكثر من 500. ابو محمد هلا والله هلا مزاين لكم نية فيه. اي والله صدق والله يعني اكيد احنا هذا حلمنا يعني صراحه انكم تدخلون في جائزة الملك عبد العزيز. اي والله حلمنا حلم نتمناه على الساحل ومزاين المناطق والمناطق اكيد يعني كبدايه و مزاين جائزة الملك عبد العزيز اكيد شوط ان شاء الله. بس السؤال هناك ناس عندهم القدره انهم يشاركون اكيد اكيد في اكيد في 100% ترى متعب المزاين والله في تشيل وبتصرف اكيد اكيد مستعدين مستعدين والله الله يوفقنا. اي والله اللهم امين. طيب وش لكم مطالب يا ابو محمد انتم يا اهل البلد الساحل؟ والله مطالبنا عيادات ما عندنا مشكله الدكاتره البيطريين تمرض الناقه يلا اشتهى شخصي مننا او نشتري من صيدليه ما عندنا صراحه المستشفيات اي والله. طيب ولا علاف غاليه للامانه غاليه يعني صراحه علاف. والله غاليه. طيب في امراض وش الامراض المستعصيه عندكم او الامراض اللي دائما والله عندنا الامراض الخاصه في الشتاء ومع نهايه الشتاء يعني اللي زي احنا نسميها القطبه هذه القطبه هي القطبه هي في الفم نعم والهيام وهذه امورها. طيب والقراد انا اشوف بالساحل انها كلها قراد والله قراد نعم بس لها علاج شو تعالجون به يا ابو؟ لا مبيدات نعطيهم مبيدات سموا كذا. طيب في ناس يروحون بهالبحر في كم من البحر ويغسلونها متى الوقت لا. هذا؟ هذا ايام البراد. ايام البراد ولا ايام الحرار؟ لا لا ايام البراد هذا اذا كان بها اي مشاكل جلديه جلديه كالجرب او او القوب او اي طفيليات يروحون بها لكن في ايام الحر تموت ملح بالله والله احسنت ما تتحمل. بندر اغلى ساحليه شريتك كم هيبه؟ اغلى ساحليه شريتك؟ اي ارفع صوتك 60 60,000 60,000 وش مواصفات هذه فرديه هذه ولا وش؟ ناقه ساحليه عريضه راسها طيب يعني تعتبر فرديه؟ نعم تعتبر. طيب اهم السلالات اللي هنا من الفحول ومسمياتها مثلا؟ احنا خابرين مشروع منك حليمان ليمون اساسا من قبل المجانين. ايه اساسه قوي ومعروف من زمان. ايه طيب انتاجه طيب الله يوفقنا. طيب الله يبارك. طيب احنا بنروح المجلس وش عندك كلمه اخيره يا ابو محمد؟ وش تقول؟ والله وجهها للمسؤولين او للناس اللي بيدخلون معك المزاين يعني او اللي بتتحداهم وش عندك؟ والله احنا نبغى صراحه نظره لاهل الساحل. نعم يعني اول كنا صراحه مغيبين مغيبين للأمانة. اي والله الان نبغى نظره وعندنا حلال وعندنا امور زينه والحمد لله مستعدين للمشاركه والله يوفق الجميع ان شاء الله. امين. بندر عندك كلمه شيء؟ مثل ما قال ابو محمد انا ما تزيد عليه. ابو سند انا الله يسلمك انا اولا اشكرك كثير الشكر بامانه الله يطول عمرك نيابه عن اخويا وتاج راسي الشيخ حيدر ابو محمد انا اشكركم كثير طول عمرك حقيقه بس. انتم يعني لفتتم اعطيتم لفته كريمه للحلال حقنا ابو محمد خسر وتعب هذا نموذج يعني مهم لملاك الابل في المنطقه الله يوفقك خسر وتعب الان نوعا ما يعني ارتاح حس ان في اهتمام في تصوير في ناس تهتم في ناس تنقل ايش عنده بالضبط وايش اللي قدمه وايش اللي خسر عليه تعب عليه انا اشكركم كثير شكرا شكرا يا شيخ مبارك شكرا لك الله يطول عمرك ما قصرت طول عمرك جزاكم الله خير ابو علي ثني على كلام الاخ ابو سند وجه الشكر الجزيل لله اولا ثم لوجودكم وتواجدكم معنا في هذه اللحظات الطيبه والمباركه ان شاء الله تعالى وما نطلبه احنا من المسؤولين كملاك الإبل في منطقة يزان العناية البيطرية والأمر الثاني اللي نطلب المشاركة بمزاين الإبل أسوة بمناطق المملكة حيث أن كما ذكر الأخ مجدي أن حلال المنطقة مغيب إعلاميا الحقيقة مغيب لا أحد يعرف إلا سكانه يعرف
مدى كثافة ملاك الإبل في هذه المنطقة. شكرا لك الله يحفظك. الله يحفظك. بندر السويهري. هذا البعير مشترى من بندر السويهري. اي والله. ما شاء الله تبارك. ما شاء الله.